الرحيم. أبنائي طلاب قسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة حلوان، الفرقة الأولى مادة تاريخ الكتب والمكتبات. درسنا حتى الآن أهم المصادر التي حصرت التراث، حصرت الكتب والمكتبات، ومنها كتاب ابن نديم الفهرست وكتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ومنها أيضا تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، ومنها أيضا تاريخ التراث العربي لفؤاد ساسكين. أهم المصادر التي حصلت التراث كثيرة، ولكن لنختصر منها للدراسة. وأسباب تقدم المكتبات كثيرة، ذكرنا منها الوراقة وهي مهنة النشر عند العلماء العرب، ومنها أيضا الفتوحات العربية وانتشار الكتب والتأليف، ومنها تقدم العلم ووجود العلماء. ودرسنا كذلك أنواع المكتبات العربية، ودرسنا أيضا الصعوبات التي تتعلق بالكتب العربية قبل اختراع الطباعة. أبنائي الطلاب، نحن نمر بظروف صعبة حاليا، نسأل الله العلي القدير أن يعني ننتهي منها وأن يختم لنا بخاتمة السعادة إن شاء الله، وأن ينقذ بلادنا من هذا الوباء ومن هذا البلاء. عرضنا في الحلقة السابقة نشأة وتطور الكتابة العربية، واليوم نريد أن نعرض دور العرب في تصنيف المعرفة البشرية. العرب حتى نهاية القرن الرابع للهجرة لم يعني يتجهوا إلى تصنيف الكتب، ولكن ابن النديم اللي هو في نهاية العام 378 هجرية سطر هذه المؤلفات وقسمها إلى 10 أقسام، ثم بعد ذلك تطورت المؤلفات في يعني حصر التراث، وكانوا في تقسيمهم يتجهون إلى تصنيف المعرفة بداخل الكتب، فجاء تصنيفهم تصنيفا عمليا. ثم بعد ذلك، هذا هو التصنيف العملي أو ما يسمونه التصنيف البيبليوغرافي المتصل بالكتب، يعني تصنيف المعرفة الموجودة في داخل الكتب وليس تصنيفا نظريا فلسفيا. وفي القرن الثاني للهجرة جاء تصنيف جابر بن حيان للمعرفة تصنيفا علميا، ويسمى التصنيف العلمي، وقد ألف في هذا الموضوع التصنيف العلمي كتاب جلال موسى التصنيف العلمي عند العرب. وأيضا هذا التصنيف العلمي يشارك فيه الكندي، وفي القرن هو وهؤلاء من علماء العرب في مجال العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. وأيضا هناك أيضا نوع من التصانيف الفلسفية، ومنها تصنيف الفارابي الذي قسم المعرفة وكتب له عثمان أمين مقدمة حوالي 50 صفحة يعرض فيها تصانيف العرب الفلسفي. ومن هذه التصنيف أيضا التصنيف التربوي لابن خلدون في مقدمة لكتابه الكبير تاريخ العرب. هذه المقدمة احتوت على التصنيف التربوي، حيث جمع مناهج التعليم في عصر في القرن الثامن للهجرة وقسمها إلى مجموعات، وهذا يسمى التصنيف التربوي لابن خلدون. وكتب
يعني خارج الحديدي كتابا يسمى قصة التصنيف عند العرب. هذا كتاب رائع ينبغي أن تتجهوا إليه وتبحثوا عنه، ادخلوا على جوجل، جوجل يعطيكم فكرة عن قصة التصنيف عند العرب. ولم تنتهي القضية عند هذا الحد، إنما الغرب كان في غفلة في هذا الزمان، انتبه الغرب وبدأ التصانيف الحديثة تأخذ من العرب، وظهر تصنيف ديوي وتصنيف مكتبة الكونجرس الأمريكي وتصنيف بليس وتصنيف كولون، وهكذا حضارة الحضارة في تأثر وتأثير، حتى نجد أن أوروبا يتقدم على العرب، فالعرب تخلفوا عن ركب الحضارة، ولكن أوروبا في العصور الوسطى كانت متخلفة ولم تكن توجد لديهم مكتبات، ولم تكن أمريكا قد ظهرت بعد. هذه قصة التصنيف العلمي للمعرفة باختصار، ولمن يريد أن يتوسع يرجع إلى المراجع ويرجع إلى الكتب ويرجع إلى الباحثين، فهي كثيرة جدا. وأشكركم وإلى اللقاء.